السلام عليكم، هاي حال مستشفى الزهراء. هذا الطابق الخامس، احنا احد المصابين بالفيروس. لا احد اكو، لا مضمدين، لا هاي. جابونا حبايتين وكبسولات اثنين وراحوا. هاي حال مستشفى الزهراء، والجماعة هنا قاعدين. هذا الغداء مالتهم، غداهم، والجماعة كنا رجعون يعتنون، يقولون راح نعتني بالمريض ونداري. شوفوا الاكل مالتهم، هذا الاكل مال مريض مصاب فيروس كورونا. تمن وصمونه ويا كذي، والله كذي اللي قلت خدمات 100% كذي. اكو قوطية نفسي كانت هنا، شوف رجعوهم الوي يشربوهم. باعوا هذا الاكل مالتنا، بس تمن وصمونه. تمن وصمونه، شايفينكم اكل هيك. شوفوا محمد جميل مياحي اللي يقول خدمات. وطبعا الاكل مو من المستشفى، من شو اسمه هذا الموكب، من العمانيه. شوف وايد الحبايه براسي تول من من الصبح اللي هسه اقول لهم 100,000 واحد صعد. هاي شوف من 12 ونص بالليل البارحه هسه ماكو ما يجيبونا، فارغ الغرف مالتهم ما يجيبونا. يعني من 12 ونص بالليل لحد الان، لحد هاي اللحظه، اذا اكو كاسه ما جابونا ماكو ابد ابد ابد. هذا عوسي شنو عوسي؟ عالم شذاب، والله عالم شذاب، الله وكيلك. هذا الاخ هنا بلا غدا طبعا، من البارحه دخل، من البارحه دخل بالليل ويانا ب 12 بالليل، لحد الان خطيه ما ماكل ابد شيء. كل شيء ماكو لا بيه شيء ولا اي شيء، جابونا قوم ناس كذبي بكذبون، لا تعلم شيء ولا بيه، كل شيء ما بيه، كل شيء ما بيه. بس هم ناس يقول لك خدمات وراك، من البارحه بالليل دول كماي ما عندهم ابد، كل شيء ماكو، كل شيء ماكو، كل شيء ماكو، يطلع كل في المال. وهاي المستأبد، احنا هسه قاعدين بالطابق الخامس، يعني الطابق السادس انترنت، ثلاجه موجوده، متوفر لهم اشكال يعني المساعدات والهاي. بس الطابق الخامس احنا هاي ست عوائل، ما حد داخل يعني. اجتنا الدكتوره الصبح والظهر جانا فحصونا وراحوا. وكل ساعه اسمك والرقم والتليفون مالتك هاي. وهذا الحج هم هنا خطيه. وين الحجي؟ وانا حجينا هاي. شوف لا تبريد ولا هاي، ها كل شيء ماكو، بس البنكات، وبساعة يشتغل التبريد وساعة ما يشتغل. حجينا مرة خستك، احكينا شوية حجي، احكينا شوية حجي، احكينا على المعاناة مال المستشفى. من البارحة دخلت مو؟ والله ايه دخلنا، يعني تعالي جا يعني هسه حب راس ماكو، مضمدين ماكو، ما جابوا لك اكيد، مي ماكو، جبنا المي جابوا لنا من الموكب، مي جابوا لنا، ما جابوا لنا اي. زين شنو بعد جابوا لكم؟ بس مي جابوا، بس مي وتمن وصمون. هذا شلون ياكل يعني تمن وصمونه؟ بس فهموني يعني هسه واحد يحكيها حش السامع له مخبر، حتى الحيوان ما ياكله، حتى يعني واحد مخبر يعني من تحكي له ما يصدق بالخبر هذا. يعني تمن وصمونه وين اكو سالفه؟ واحد يقول الحمد لله والشكر، هسه ما احكي لك، ما نحكي لكم على روحي انا، الحمد لله والشكر وصحتي الحمد لله زينه، بس قاعده والولد الهم ما قصروا اقربانا. بس يعني هاي الناس الفقرة، يعني شنو ذنبهم خطية؟ يعني جاي يجيبوننا انه وجاي نطيهم، شنو ذنبهم؟ يعني شلون يعني ما يعني احنا حتى المحافظ من الحي ومن ولايتنا، يعني جريمة هيك تصير. ها شوف فارغة يعني مهجورة يعني، ها مهجورة ابد، كل شيء ماكو. احنا نفتر، احنا يعني نوزع المايل شو اسمه، يعطونا علاج يروحون. هم قلنا لهم انه الباكر اذا ما صار حل احنا راح نطلع نرجع للبيت، افضل لنا عندنا علاج يعطونا بالبيت ونحجر راحتنا. والله كريم شو نسوي؟ لا حول الله ولا قوه الا بالله، يعني البيبان كلها مسدده، يعني لا يخليك تصعد ولا تخليك تنزل من الطابق الخامس. يتحاكي يقول لك ما مسموح لك تنزل، وعلى كله كذب اللي يقول لك خدمات، كله كذب، كله كذب، والله كله كذب، كله يعني كذب كذب، يعني يوعدك بالفيس يقول يعني لك انا قاعد اسوي، عندك على مكتب المحافظ، عندك على علي المياحي، هسه صار ماكو، خابرت استاذ علي المياحي من الحي، قال انا راح انادي وبيكم خير والدلول، نفس الوضع ونفسه. يعني قلت لكم يا شنو اشتغلوا هاي كلها كذب، وعلي كلها كذب، لا محافظ ولا هاي. يعني قلت لهم حبايب راستور شنو قيمته؟ حبايب راستور شنو قيمته؟ ما يجيبوه،
شو سوى ما ادري هاي الناس جايتين تنقل لاهاليتها ولا قضاها يعني، والحمد لله وشكر على كل حال مشكورين يابا.